ايه المسخره وقله الحياه دي يا هلا؟ في ايه يا حسب الله؟ انت مين يا ادو تعرفها منين يا هلا؟ سيب الجدع يا حسب الله وتطلع في ايدك، الله في ايه؟ قول يا اد من وشي لو شفتك تاني هقطع خبرك. قر مالك ومالي يا حسب الله؟ يعني ايه مال؟ مالي ومالي ومالي؟ عيب قله الحياه اللي بتعمليها دي. انت متجوزه راجل برقبتك، عيب كده لما تبرمجش عرفه. وهو كان عملك ابوكاتو؟ ده لو عرف هيشرب من دمك. يشرب من دمي؟ قال يشرب من دمي. قال هو مين ده يا اخويا اللي يشرب من دمي؟ ده ما عاش الا يشرب من دم مسكينه. اسره مراتك جايه تتغدى عندي النهارده، عامله فراخ ورز وطبيخ. هتيجي تتغدى ولا دمك فاير على صاحبك ومش عايز تسيب اليغمه اللي بتبرتع فيها؟ جريه يا حسب الله، ما بالراحه شويه يا اخي، ما عارفين ايش ناكل وياك. انت بتاكل فخر زادك؟ مطرح ما يسري يمري. كل يا اخوه، اللي يشوفه دلوقتي ما يشوفوش وهو خانق الجدع ولسانه طول كده اهو. خايف عليك واقفه تهزري مع الرجاله في الشارع، فرضنا جوزك شافك يبقى ازاي الحال؟ ما هي هتفضل تحرب تحرب لحد ما يطلقها وترجعنا للفجر تاني. هو ده كل اللي يهمكم؟ مفيش حاجه تهمكم ابدا غير الفلوس. حد يرفض النعمه برجليه؟ كل يوم بتاكل زفر وبتحلي وقاعده في البيت، لا شغل ولا مشغله، عايزه ايه اكتر من كده؟ يا ريت تتلم وتحط لسانك جوه حنكك وانت تبقى ضيف كل يوم والتاني انت ومراتك. والله يا عثمان ده راجل محترم وفييس ومقامه عالي. طبعا، ما انت لازم تقول كده، ما انت كل يوم والتاني عنده في البار تدفح وتشرب وتقوم سفلقة. ما كلنا دلوقتي عايشين في خيره، امال انت اتجوزتيه ليه يا معدولة؟ ما انت عارفه انا اتجوزته ليه. اتجوزته عشان الحوجة اللي احنا فيها، قطعت الفلوس وسنينها. ربنا يكملك بعقلك ويهدي سرك، امين. ينيلك وانت شبه خيال المقال. انت هتفضل قاطرني كده يا منيل؟ غور يا ولد، لو من قله ضغطي هعرف واحد زيك؟ غور يا ولا اللي يحسبوك عليا راجل. ايه مش سامع كل ده؟ ليه؟ واقفة ورا الباب؟ جرى ايه يا راجل يا منايل على عينك يا مدعوق؟ انت مش معاك المفتاح. ما انت شايفة مش مالك افتح، جبتلك الصف اللي بتحبيه. يلا بقى حلوة وضبينا القعدة على بغير هدومي، لاحسن ده انا واقع من الجوع. ينيلك علمني شرب المدعوق ده.
رحت ليه منيل؟ لف واطلع. جوزك راجع امتى؟ يا اخويا يرجع وقت ما يرجع. يلا اطلع. قبل ما حد يشوفها. إن ما كنتش تحلم. خش يا منيل. ليه بتصحيني؟ أنا شايف يعني إن مفيش شغل الساعة دي والبار بينش. عاوز إيه يا عثمان؟ بقول يعني أروح أريح شوية لحسن أنا تعبان وأجيلك بعد ساعتين. أنت تعبان صحيح ولا الست بتاعك وحشك؟ بالشرف تعبان. طيب روح يا عثمان، وأنا إذا دخل زبون أنا أمسك شغلي بدالك. كتر خيرك يا خواجة. بس اسمع يا عثمان، مش أمسك أكتر من ساعتين، فاهم يا عثمان؟ فاهم يا خواجة. ايه ده؟ احنا هنشرب خمرة؟ ايه؟ ما بتحبهاش؟ لا حرام. ينيلك واللي بتعمله ده مش حرام يا ولا؟ اشرب 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 وانبسط يا واد، واوعى تفكر في الحرمانية دلوقتي. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مالك يا ولا؟ مالك فاشخ حنكك كده ليه؟ ما تجمد يا ولا وتخليك راجل. يلا اجري اجري، نط من الشباك جوه اجري. اجري كده كنيلة. رجالة خايبة. طيب يلا على الباب، مالك مسروق كده ليه؟ ما بتفتحيش ليه؟ يا اما ايه يا راجل، ما انا داخل كده ليه؟ ايه ده؟ مش عوايدك يعني تشرب دلوقتي؟ هفاني مزاجي، ما انا قاعده طول النهار لوحدي في البيت مركونه زي ازازه الخل وانت سايبني. وكنت بتضحكي مع مين؟ مجنونه، بضحك لروحي، بضحك مع نفسي.
كده ليه؟ شبه نطاط الحيط. مني فين؟